تخوف العالم يقول لك اخاف يصير شيء، وبعد بينما هو سعر الدولار ثابت لحد هسه على حد اللي قررت الدوله سعر الدولار الجديد، بس نلاحظ انه مخاوف من قبل العالم حول هذه الاوضاع، وان شاء الله تنحل هي بالحوارات اذا بقت هيك الازمه فتاثر على المواطن العراقي، لان هو المواطن العراقي اصلا متاثر بارتفاع سعر الدولار، متاثر بصوره كلش قويه. اكثر من هاجس الان مسيطر على المجتمع العراقي خلي يخزن مواد، منها الخلافات السياسيه اللي موجوده داخل البلد، ومنها ارتفاع الاسعار ايضا المفاجئ الذي صار في السوق العالمي، ومنها الصراع الايراني الامريكي في المنطقه، كل هاي الامور تخلي الناس تتوجس خوفا من ارتفاع الاسعار، وخوفا من ازمه اقتصاديه، وخوفا من ارتباك السوق، ولذلك الان يتزاحمون على خزن بعض المواد الغذائيه. التاثير السياسي له دور واضح على السوق بالنسبه للبلد العراق. يعني اي اشكال يصير راح يأثر تأثير مباشر على حياة المواطن، عدم الأمان، عدم الشعور بالأمان راح يسبب أنه خربطة عند الإنسان، مما يضطر أنه يسوق، يأخذ مسواق أكثر من طاقته، يأمن المصدر الغذائي للبيت، بالتالي راح يكون له تأثير سلبي على الأسعار. قاعد نشوف أغلب الأسعار هسه أسعارها مرتفعة، والمواطن يعني في حيرة من أمره، من يوم إلى يوم مشكلة تجر مشكلة، وبالتالي راح يسبب هذا عدم استقرار بحياة المواطن العراقي.